المزمور 13. حماقة الجاهل وانتصار الله في النهاية. قال الجاهل في قلبه: ليس إله، فسدوا وصاروا أنجاسا في خبائثهم، ليس من يعمل صلاحا حتى ولا واحد. أطل الرب من السماء على بني البشر ليرى هل من فاهما أو طالبا لله؟ ضلوا كلهم جميعا وتدنسوا، ليس من يعمل صلاحا، كلا ولا واحد. حنجرتهم قبرا مفتوحا ملثوا بألسنتهم، سموا الأفاعي تحت شفاههم، فمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى إهراق الدماء، في طرقهم دمار وشقاء، لا يعرفون طريق السلام، خوف الله ليس أمام أعينهم. ألا عقل العمال الإثم هؤلاء أجمعين، الذين يأكلون شعب أكل الخبز دون أن يذكروا الرب؟ هناك فزعوا فزعا حيث لم يكن فزعا، لأن الله يكون مع ذرية الصديقين. عيرتم مشورة المسكين لأن الرب هو رجاؤه. من يأتي من صهيون بالخلاص لإسرائيل؟ عندما يرد الرب سبي شعبه فليتهلل يعقوب وليفرح إسرائيل. آمين.